معكم أستاذ خالد رئيس اتحاد تنسيقيات وجمعية المجتمع المدني بمدينة قنيطرة، عضو اللجنة التحضيرية اللي سهرت على هذا اللقاء الاستعجالي اللي ما تيمكنش فيه المزايدات وما تيقبلش أنه تأخير. كما شفتوا البارح وجهنا النداء، اليوم جاءوا جميع فعاليات المجتمع المدني، كانت تمثيلية ديال جمعية الآباء، كانت تمثيلية الصحافية، كانت تمثيلية النسائية، كانت تمثيلية النسائية، كانت تمثيلية ديال جميع القطاعات، كانت تمثيلية حتى الحقوقية، وكاين واحد التفاعل وكان واحد النوع من المسؤولية، والإخوان كلهم عارفين بالأزمة، كلهم يقرون بفشل المنظومة ديال النقل الحضري بمدينة القنيطرة. درفعوا مجموعة من التوصيات الآن تنسجلها، وكاين مجموعة من التوصيات الأخرى غادي ريثما أنني توصل بها غادي نخبركم بها. من ضمن التوصيات اللي كانوا قالوا الإخوان، هما أقروا قلنا بفشل ديال المنظومة، هما أنهم قالوا كانوا تيقترحوا بأن الطاكسيات الكبار يدخلوا داخل المدينة، داخل مدينة القنيطرة، وكذلك الناس اللي عندهم النقل الآن اللي تيساعدوا في هذه الأزمة هذه تعطاهم بعض الخطوط من وإلى خارج مثلا السي الطيبي والحنشة السكنية المهدية. كذلك تيقترحوا بأن في الدفتر ديال التحملات يكون حاضر الإخوان الجسد الصحفي، تمثيلية الصحافة وكذلك تمثيلية ديال المجتمع المدني، إما كملاحظين أو كهيئة استشارية. كذلك أن خصكم الصرامة والجدية، وأي قرار غيتخذ إلا خصنا نعلموا به الإخوان ونطلعوا عليه الإخوان باش ما نوقعوش في نفس الخطأ اللي وقعنا فيه في 2012 وكذلك التمديد ديال 2026. وشكرا للجميع.